عندنا موتر اللي هو 4.6 عفوا. الموتر ما شاء الله الريال، يوم سألته قلت له غيرت الفيول يقول لي لا والله ما مشى الموتر، ما شاء الله تبارك الله تقريبا 500,000 يعني ما غير الفيول ولا مرة ولا يدري عنه أصلا. هذا الفيول بطل البترول، بطل البترول هاي خلاص، ما أضغط هنا ركب الفيول هنا. خلينا نشوف مع بعض الفيول كيف شكله من داخل. هذا كله ترى رمل، كله طينة. بطل الفيول. السيارات اللي تمشي أكثر من 200,000 الأفضل تغير الغطاس كامل، لا تغير الفيول ترومبة الداخلية فقط. ليش؟ بقول لك ليش. كل كليبات ترى وطريقته بسيطة، يعني أي جراج يقدر يركب الفيولات. هذا الفيول ترومبة الداخلية، خلينا نبطل هذا الفيول ترومبة. هذا ترومب الداخلي، شايف شكله كيف؟ مسكين الله يكون في عونه والله، الله يسامحك يا صاحب السيارة، يعرفني هو ترى. شوف ترومب إذا صارت هاي الشكل هذا عادي على RPM عالي ما بيوصل كمية البترول المطلوبة للماكينة، وهذا يقدر يسبب لك في خراب الماكينة على طول. في بعض السيارات يقول لك على RPM عالي يقول لك والله الموتر يمسك بعدين يفتح، ترى اكثر الاسباب تكون من هذا الفيول لانه ما يوصل البترول او يتم يسحب وينخنق ما يحصل الفلتر مسدود برا، عرفت؟ هذا الفلتر اللي تحت يسوي المسكه، عرفت؟ اذا مشى موترك اكثر من 200,000 فضل ان تغير ترومبه كامله، لان هاي ترومبه وهذا الفلتر، هذه ترومبه وهذا الفلتر، وهنا المكان هذا اللي تركب فيه فيه مثل فلتر بعد من داخل مثل الشبك، يعني البترول يوم يطلع من هذا البايب يلف هالقطعة، يلف هالقطعة البلاستيك بعدين يطلع من البايب هذا على الترومبة على الفيول لين، عرفت؟ يعني يفضل يتغير كامل، إذا غيرت الترومبة بروحها ترى ما استفدت ولا شيء. احنا الحين هذا خلاص زبالة، بنركب فيول جديد. بطل فيول، عندنا فيول كامل جديد سعره مناسب يعني في الوكالة مو بغالي بالنسبة للاند كروزر 4.6 وال 5.7 يعني حوالي تقريبا 800 وشوي او 900 درهم مع الضريبة، سعره مو بغالي. هذا الفيول ما شاء الله شوف شكله كم حلو، لا تمسك من الجيج، لا تمسك من الجيج. ايوه ارفع ارفع الفيول، ارفع الفيول. العامل شفنا نصور شكله خايف مسكين. بطل ارفع ارفع يا اخي، جيب لي الفيول ليش خايف منه؟ هذا فيول بس ما يعطي. هذا فيول شايف شكله فيول جديد، ويجيك مع الجيج بعد. في بعض السيارات بعد يحط بترول وما يطلع عند الجيج، يا ترى هذا الجيج هذا اللي يعطيك قياس يوم تعبي بترول، هذا يرتفع ويرتفع عندك الجيج في التابلون، عرفت؟ إذا في خلل في هذا أو مو براكب عدل ما بيعطيك القياس الصحيح. أو بعد الشباب يشوف الموتر في الربع واللامب مولعة، يا ترى من الجيج هذا. يلا بنركب هنا. بطل. أيوة. بنركب الفيول. بسم الله. تركبها بروح بسيط جدا. يلا جيب الكفر، سوي الفيول، ركب الكفر.
سويتيت ما في زيادة شوي بس. والشي الثاني اللي هو الفلتر، احنا يوم نغير الفيول في الفيول بومب لازم نغير الفيول فلتر. الفيول فلتر هذا موجود، هذا مكان الفيول فلتر. المفروض كل سيارة يغير على 25-30 ألف، والكلام هذا الموضوع تكلمت عليه قبل في الانستغرام. بس اذا غيرت فيول غير مرة واحدة الفيول فلتر، سعره مو غالي، سعره رخيص 130-140 كذا سعره. مكانه وين يجي؟ تحت السايق بالضبط، وهالمكان انا شرحته قبل. شوف وين موجود كرسي السايق، طرف اليسار تحته بالضبط، تحت الباب موجود في هالمكان. هذا المكان تحصل كفر اللي هو هذا الكفر، احنا بطلناه، يمسك باربع براغي، 1-2-3-4، نبطل الكفر نحصل الفيول فلتر، فلتر البنزين. فلتر البنزين في كليبات هنا، تكبس على هالكليبات ويطلع. انا تاخرت حصلت شباب غيروه، فيها بس كليب، تكبس هذا وهذا تسحبه وتركب الثاني مكانه ديركت، ما يحتاج اي شيء. براويكم الفلتر الاول اللي كان راكب على السياره كيف. هذا الفلتر الاول اللي كان راكب، امسك كذا، امسك هذا بعد. بس هذا الفلتر الاول اللي كان راكب على السياره، شوف شو بينزل منه، شوف شو بينزل منه، شوف هذا، شوف كوفي، هذا بلاك كوفي مو بترول. شايف البترول؟ هذا هو الصفاية حق الفلتر، صفاية الفلتر هو هذا. البترول بعد ما يطلع من الفيول يمر من هذا الفلتر، هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الثالثة بعد ما يمر من الفيول هذا يوصل الفيول انجكتر اللي هو بخاخات، البخاخات. شوف هذا الحين، شو هذا على طول بيسد عندك الانجكترات. احنا نظفنا الانجكترات بس والله تأخر شوي ولقيت الشباب ركبوه، عندي مشوار واخرت والامور طيبة. بالنسبة لهالمعلومة، يا ترى الفلتر هذا اللي يكون خارجي يكون على الستيشن لاند كروزر والليكزس فقط، ال 4.6 وال 5.7. التاندرا ما يكون عليه، التاندرا يكون مع الفيول داخل، داخل الفيول يكون موجود.